أستاذ ياسر، إحنا عارفين إن في قرار بتحويل الكروت من ATM لكروت ميزة. هل الشائعة اللي إحنا سمعناها دي تحريف لقرار بتحويل الكروت لكروت ميزة؟ هو طبعا القرار بقرار معالي الوزيرة بتحويل بطاقات صرف تكافل وكرامة لكارت ميزة، ده طبعا لتوفير مميزات متعددة للعميل، من ضمنها إتاحة عمليات السحب والإيداع، ومن ضمنها برضك إن سداد المستحقات الإلكترونية الحكومية والغير حكومية والعامة بدون تحمل مواطنين أي تكلفة مادية. وده بيجي في إطار سياسة الدولة في تطبيق الشمول المالي بالتنسيق مع بنك مصر والبنك المركزي. اما بالنسبه لشائعه ان البطاقات صرف تكافل وكرامه تم ايقافها، ده طبعا غير صحيح تماما. ان البطاقات جاريه الصرف وعمليه النقل دي هتتم على مراحل، والعميل هيستلم كارت ميزه وبطاقه تكافل وكرامه هتكون مستمره ونشطه، بمجرد استلامه هيتم تنشيط كارت ميزه وايقاف البطاقات الصرف، كويس وهيتم على في مدار مثلا 6 شهور.